مظبوط بلد بيجا حتى الولد وصيته باش يخلي له كسكروت كي تنزل كريته له اليوم يا اخوي بزاري اش عمل؟ بزاري قال له غالي اش نعمل؟ يقول وصيته كاو والله يعني ما عرفتش شو يرجع اش قال لك اليوم تو شنو اللي فيه هذاك؟ ما خليتوش هذا حمص ما خليتوش حمص؟ اي تو هذا حمص وعريسه اي دينا بالباكيت حلينا حطينا العريسه اي تو باش نفوحوا حطينا الحمص اي نفاح شنو؟ تو نفاح كمون اي مليح بالكمون كمون اي شوي ملح وكثرش وزيت زيتون اي زيت زيتون اي يا صاحبي زيت زيتون بعد نخدموا الحمص وزيت زيتون والفاح بالمغرفه اي لازم يتخدم هكاك اه بالطبيعه آه. شد بلاصته الحمص تلقاه بلاصته الطن حط له شويه طن يعمل له طن والا حب ثومه اي اخي الدواء بعد الثوم ثم اللي يحب يعمل السردين هكا سردين وفيه تو خاطر انا كملت اه هذا الخاني قاعد طنك اهو سردينه وفيت اليوم الناس كل نزلوا على سردينه هذاك علاش وفيت على فكره قاعد طن ديجا انا كتقول هذا الاخراني كملت فيها 2300 خويا وشنو اللي نجم يكون ابار اي ما يسالش باش فاليك فما زبلاج فما لازم قال كذا فما كسكروت عادي اللي هو بزيت زيتونه اي حمص زيت زيتونه فما كسكروت حمص زيت زيتونه وسردينه فما الحمص وزيت زيتونه وطن فما العظم اوبسيون عندي العظم وثوم وجبن اوبسيون ولا عملت له العظم ولا لا ما عملتلوش عمل لك عظم اي ما يسالش اي قول لهم وفاه الاولاد هذاك كان شيخ في الاولاد تو قول له وفاه زيدوا كابت العظم زيدوا كابت العظم انا بزاري اليوم خلطت انا بزارك وفاه الحظ هذا العظم ديما وليت نقشر نحضر نقشر باش ما يعرفنيش اي خليك كسكروت هذا كسكروت مسلي على النبي بارك الله خمسه وخميس زيدوه زيت زيتونه بطبيعته ديما هذيك القفله شويه زيت زيتونه وشويه كمون تو الاكثريه في الشتاء هكا يمشي ولا لا الصيف يمشي في الصيف والشتاء ما بلاصتي الاكثريه يمشي حتى في الصيف ما يسمع البحر فهمت انت تخدم هنا تسخن عليا برشا ما نجمش نخدم في الصيف لازم تمشي للبحر مش تمشي للبحر ولا تمام باش نبرمج يلزمني ترونسبور حتى انا ترونسبور ما عنديش ترونسبور باهي خويا تقول لي في البحر في الليل ميرسي على الكسكروت سي لاسيت